قدوميها مدشة حسبي ذا قرن الشيخ شريف شي أحمد حسن شيخ محمود أو كتير سنهوغان كسراء مدشة حسبي ذا قرن أيا كل مدتشي وحا أي لقاتين لبدا قدوميها لبدا أقلي بحلبان كصوماليا محمد مصر شي عبد الرحمن وها قدوميها قولها شعب كيوليبا عبد حاشي عبد الله أو قدوميها أقل كسراء هدف كل مدى وحوها إن مدحوين ياشي هراء دلك يو هوغانكا ودقل ياشا شرعي دجنتا دلكا إن إسكاورا إستان حالة دقود إيو مريو دلكا حلقان سيقارانا وحي لبدا دي نعدي رد أصارين أريما اللحري رد دوروشوين كالفلين دوان ما دام الوقود شيرو دماتكا حلحين تهي أدها دستوريغا فدرالكا دود إي غرفين قطة إير كدب وحي قدومياشا لبدا أقالي بحلبان كصومالي مدح دا مدش حسبيدا قران إسلقرتين أهمية دي ليدا إنسي ودي جرأة لغا ودا شقيا هولها مهيمكا يهور يالا ومدى صوماليات حيليغان لنا أبو رجوي ديگن أو سيكالسوني الليه كودي هان تهي لغو أباريكا رو واجباتكا دستوريغا إلا حريرا دوروشوينكا فدرالكا دينا عكالي وحي لبدا دينا إسلقرتين إن لبلاري ودا تشيغا لنا تحقليو baqida kasoo yeeraya qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliya si loo gaaro xal ku dhisan isqancinta iyo wada ogol hoggaanka madasha xisbiga qaran waxa uu mahadceliyay kulanka gudoonka baarlamaanka dalka waxa uuna hoosta ka xariiqay inuu diyaar u yahay inuu amuraha masiiriga ah ee dalka lagala xajoodo cid walba oo ka mid ah saamilada siyaasadeed ee dalka madasha xisbiga qaran ayaa waxa loo yagleelay dastuurka ku meelgaarka ee dalka midnimada gayiga Soomaaliyeed ee madax banaanida si dalka Soomaaliya talaabo walba ay qaadayso madasha xisbiga qaran waxay noqon doontaa mid ku qotonta mabaadiida asaasiga ah ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay madasha xisbiga qaran Abdi Asal Gulet Shabeel TV